بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد ليس في الإمكان أفضل مما كان. لم يوفق منتخبنا الوطني في المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي في الأمس. بالتأكيد هذه المباراة اللي كانت في ختام مباريات منافسات كأس أمم إفريقيا، يمكن مش عايز أقول خسر المنتخب، لكن لم يوفق المنتخب، لم يوفق الجهاز الفني واللاعبين في الفوز بالمباراة والفوز بكأس أمم إفريقيا وتحقيق نجمة جديدة على تيشيرت منتخب مصر، النجمة التامنة. يعني المنتخب عمل كل اللي عليه في هذه البطولة، الظروف، الأجواء، ضغط المباريات، إقامة مباريات عديدة وإكسترا تايم في أكتر من مباراة، كل دي بالتأكيد كانت ظروف معاكسة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. لكن حلقة النهاردة بالتأكيد هنلقي الضوء على هذه الأخبار وهذه المعلومات الخاصة بمنتخبنا الوطني عقب الخسارة بالأمس وعدم تحقيق كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية، مش هقول على التوالي، لكن 2017 و2021. ليس في الإمكان أفضل مما كان، ونبني على ده عشان عندنا مرحلة مهمة جدا، مرحلة تصفيات كأس العالم أيضا مع منتخب السنغال، أفضل منتخب وأبرز منتخب في القارة الإفريقية في السنوات الثلاث الأخيرة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل، فيها كواليس، كمان هنتكلم على الأهلي والاستعداد لمباراة بالميراس في مؤتمر صحفي. بالتأكيد بعد قليل فريق بالميراس وصل وعنده مؤتمر صحفي والتدريب على ملعب المباراة، ملعب الزايد في النهيان في نادي الوحدة. في تفاصيل كتير بالتأكيد في معسكر فريق النادي الأهلي، لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم السؤال وسؤال حلقة النهاردة: تشكيل الأهلي أمام بالميراس مباراة الغد في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، توقعكم للتشكيل و النتيجة كمان إن شاء الله بإذن الله، بعيدا عن التمنيات، لكن توقعاتكم كناحية فنية لنتيجة هذه المباراة في الغد. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته الليلة استعدادا لبالميراس. كمان الدوليون ينضمون لبعثة الأهلي في الإمارات. وأخيرا وصول أبطال مصر إلى القاهرة. زي ما قلت لحضراتكم حلقة فيها تفاصيل خاصة بمنتخبنا الوطني، وهنتكلم عن إيجابيات وسلبيات مباراة الأمس، وأيضا هنلقي الضوء على كواليس معسكر الأهلي في أبو ظبي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ أولى فقراتنا في برنامج الترند. يا عماد قول لي بقى، انت جاي تسحب الفلوس دي ليه؟ انا جاي اشتري باتيناج. كارت النادي الاهلي هيجيب لك الباتيناج. بطاقه النادي الاهلي من البنك سايب للاهلاويه والاهلي. بنك سايب دايما معاك. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. هذه الفقره هيكون الحديث فيها عن منتخبنا الوطني اللي بالامس لم يكن موفقا في الفوز بكاس امم افريقيا والخساره في المباراه النهائيه امام المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحيه. زي ما اتفقت في البدايه وقلت في فقره الانترو، ليس في الامكان افضل مما كان، ومش عايز اتكلم في معيار خساره وهزيمه والكلام ده. منتخبنا لم يكن موفق، الظروف كلها كانت معاكسه. فكره انك تلعب اربع مباريات في ظرف 10 ايام، بنتكلم في حوالي 480 دقيقه، ده لود كبير جدا وضغط بدني ونفسي وذهني كبير جدا على اي لاعب في العالم. مفيش في الدنيا لاعب كوره يقدر يستحمل كل هذه الضغوطات ويلعب اربع مباريات وكانها نهائيات. انت بتتكلم مع مين؟ اولا المنتخب الايفواري في دور ال 16، المنتخب المغربي في دور ربع النهائي، المنتخب الكاميروني صاحب التنظيم في الدور نصف النهائي، المنتخب السنغالي في المباراه النهائيه. المباراه في حد ذاتها كلها هي مباراه نهائيه. لما بتواجه الكوت ديفوار اكنك بتلعب نهائي، المغرب نفس الامر، الكاميرون نفس القصه مع السنغال. فمش عايز اقصو او اتكلم باي شكل سلبي، انا نفسي نبني على المرحله دي، لان لو قارنا منتخب مصر في 2021 في كاس افريقيا في الكاميرون باللي حصل في 2019، لا فرق شاسع. احنا بنقول بنلعب على البطوله
ولما بتلعب على البطوله وتخسر. بس هنا المبدا اللي احنا كنا بنقوله زمان، انك لعبت بروح خسرت بشرف، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، انك لعبت واديت. كناحيه فنيه في المباراه الاخيره امام السنغال ما كانش افضل شيء في الاداء الفني، لكن ده طبيعي بسبب ضغط المباريات. ومن 26 يناير ل 6 فبراير انت بتلعب 10 يعني 4 ماتشات في اكسترا تايم وركلات جزاء، فبنتكلم في 480 دقيقه، وده صعب جدا على اي لاعب واي منتخب او اي نادي او اي فريق بيواجه هذه الظروف. في ايجابيات وفي سلبيات، والشيء اللي انا اتمناه من اتحاد الكوره في الفتره الحاليه وهو بيخطط للفتره الجايه، ما نهدش المعبد ونبدا نشتغل من اول وجديد، نكمل على المرحله اللي احنا وصلنا لها. لان ما فزناش بالبطوله، بس في مكاسب في البطوله دي ممكن توصل لمرحله 60-70% من الطموحات يعني والنجاحات اللي عايز تحققها خلال الفتره الجايه. مفيش تجربه بتبقى ناجحه بنسبه 100% او فاشله بنسبه 100%، لازم تبني على التجربه اللي انت وصلت لها. طيب تجربه امبارح او تجربه البطوله بشكل عام، ايه اهم ايجابياتها؟ اهم ايجابياتها عوده الروح والحماس ما بين اللعيبه. اهم ايجابياتها رفع اسم ورفع علم مصر في المقام الاول قبل اي انتماءات، ده شيء مهم جدا واحنا بنتكلم على مناسبه بيشارك فيها منتخبنا الوطني. حاله التفاؤل واللحمه والتكاتف ما بين الجماهير المصريه بالامس رغم الخساره او رغم عدم التوفيق في الفوز بالبطوله، اتمنى نكمل عليها، لان الروح دي احنا مفتقدينها من 2010، في 2017 وصلنا فاينل بس ما كانش بنفس الروح دي، لان حتى الاداء الفني في البطوله ما كانش اعلى شيء. لكن مهم نستعيد الروح دي بعد 2010 الانتصارات اللي حصلت في ثلاث بطولات متتاليه من 2006 ل 2010. طيب ايه كمان النقطه الايجابيه اللي عايز اركز عليها؟ ممكن الناس تقول لك بس انت ما عندكش منظومه هجوميه وما بتجيبش اهداف، ويعني ايه في بطوله كامله زي دي بتلعب 7 ماتشات جبت 4 اهداف. المنظومه الهجوميه محتاجه تطوير، بس عايز اتكلم عن نقطه ايجابيه. المنظومه الدفاعيه عندك افضل شيء في هذه البطوله. بنتكلم على 7 ماتشات ما دخلش مرماك الا هدفين. سيبكم من مباراه غينيا بيساو ومباراه السودان، هي مباراه يعني في المتناول بلغه الكوره، لكن انت لعبت نيجيريا، لعبت الكوت ديفوار، لعبت الكاميرون، لعبت المغرب، لعبت السنغال. هات لي منتخب في الدنيا لاعب في كاس امم افريقيا المنتخبات دي في 5-6 ماتشات وقدر يقف على رجليه ويكسب الماتشات دي كلها، ما حصلتش قبل كده، لكن قدرت تعمل ده. فمن ضمن الايجابيات عندك منظومه دفاعيه مميزه تبني عليها. انت بتلعب مع منتخبات مصنفه، على فكره منتخب مصر اسمه اكبر من كل المنتخبات دي، بس انا بتكلم كناحيه فنيه في المباريات في البطوله دي وانت داخل على هذه المنافسات محدش كان يتوقع اي شيء ايجابي في نتائج المنتخب، اقصى حاجه كان الكل يتوقعها دور ال 16 ودور الثمانيه، لكن منتخب مصر قدر بالروح والعزيمه والشغل يوصل لمرحله المباراه النهائيه، فالتنظيم الدفاعي مميز. طب ايه كمان الاسماء الجديده اللي ممكن نتكلم عليها؟ في خبرات دوليه للعيبه لازم نمسك فيها بايدينا واسناننا ونبني عليها ونديها دفعه قويه. محمد ابو جبل، امام عاشور، بتكلم كمان عن فتوح، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، محمد عبد المنعم. بنتكلم عن 5-6 لعيبه كانوا اول مره يشاركوا في منافسات زي كاس امم افريقيا وبيلعبوا مع منتخبات زي ما قلت الاسامي اللي قلت لكم عليها دلوقتي. بنلعب قدام نيجيريا بابرز نجومها، بنلعب قدام السنغال بابرز نجومها، اللعيبه دي لعيبه محليه بتلعب في الدوري المصري. فبرضه المقوله بتاعت الدوري غير الدولي، خلاص بقى ننسى بقى الاكليشيهات القديمه دي ونبدا نركز في المرحله اللي احنا وصلنا لها عشان نبني على الجيل ده. خدوا بالكم الناس بتقول انت بتتكلم الاسامي اللي انت ذكرتها دي، انت بتتكلم عن حوالي 4-5 لعيبه بيلعبوا في نادي الزمالك. اوكي، بس احنا هنا بنمثل مصر، بنتكلم عن منتخب مصر، ده منتخب بلدنا، نبني على الحاله دي يا جماعه عشان ما نديش فرصه لاي حد كان بيستغل الترندات السلبيه ويعمل حاله شحن بين الاهلي والزمالك، ونرجع تاني لنقطه الصفر اللي كنا عليها قبل كاس امم افريقيا. دي من النقاط اللي عايز اتكلم عليها لان دي نقطه مهمه جدا نبني على ده. امام عاشور عمل مباراه كبيره قدام ساديو ماني يشكر عليها. محمد ابو جبل افضل حارس في هذه البطوله. ادوارد مندي حارس تشيلسي وحارس السنغال خد افضل لاعب او افضل حارس، لكن محمد ابو جبل في التشكيله المثاليه باذن الله لافضل 11 في كاس امم افريقيا، فنرفع له القبعه على ادائه وتميزه، وقدر يحرس عرين منتخب مصر بعد اصابه الشناوي. الشناوي حارس دولي، والشناوي اتكلمنا عليه قبل كده والناس كلها عارفه امكانياته وقدراته، لكن اكتسبنا لعيبه جديده. دي اهم الايجابيات اللي احنا ممكن نطلع عليها من هذه البطوله، عشان عندنا مباراه فاصله دور حاسم مع منتخب السنغال ايضا بعد حوالي شهر ونص في مرحله التصفيات المؤهله لكاس العالم. خلاص انت بتتكلم على 180 دقيقه، يا تروح قطر يا اما ما تروحش في كاس العالم اللي جاي 2022، فلازم نبني على ده ونكمل على ده. ايه بقى اهم السلبيات؟ المنظومه الهجوميه لازم يكون فيها تطوير.
ما ينفعش منتخب مصر بالاسماء اللي موجوده بامكانيات محمد صلاح بوجود مصطفى محمد بعدم الاستفاده بمحمد شريف، ودي علامه استفهام كبيره جدا ان منتخب مصر ما يحرزش غير 4 اهداف. عمر مرموش هل الضغط لسه لعيب صغير في السن مش قادر يكتسب الصفه الدوليه من بطوله زي دي؟ ده برضو جزء لازم نناقشه الفتره الجايه. فبالتالي المنظومه الهجوميه محتاجه يكون فيها تطوير بنسبه كبيره، لان انت في مباراه السنغال انت مش محتاج نقط، انت بتلعب على مرحله النوك اوت، تكسب هتتاهل، خسرت هتخرج. محتاج تكسب السنغال في القاهره، محتاج تطلع بنتيجه ايجابيه مع السنغال في دكار. فبالتالي الاداء في كاس الامم افريقيا لازم يختلف شكلا وموضوعا في الدور الفاصل امام المنتخب السنغالي اللي هو بصراحه بامانه افضل فريق في قاره افريقيا خلال السنوات الثلاثه الاخيره. انا امبارح وانا بستعرض فريق تشكيل فريق السنغال، حارس مرمى بيلعب في تشيلسي، خط الدفاع باك رايت في بايرن ميونخ، باك ليفت في باريس سان جيرمان، وسط ارتكاز نابولي الايطالي، يعني لعيبه بتلعب في اكبر دوريات واكبر الانديه. ساديو ماني طبعا نجم البطوله وافضل لاعب في البطوله، فبالتالي المباراه هتبقى صعبه جدا فلازم التحضير ليها. اتحاد الكوره عليه مسؤوليه كبيره جدا الفتره الجايه انه يبدا يشوف التقارير الفنيه لكارلوس ساكيروش ويشوف السلبيات ويعالجها. مش عايزين اي اخفاق في كاس العالم لان الجيل ده يستحق التاهل، لكن محتاج تخطيط وتركيز والناس كلها تقف في ظهر المنتخب خلال الفتره الجايه. اخر حاجه كارلوس ساكيروش محتاج جلسه معاه من المنتخب، لازم يهدى في ادارته للمباريات، لازم يعرف انه بيدير برضه اسم منتخب كبير في قاره افريقيا، فلازم تركيزه كله يكون منصب داخل الملعب عشان المرحله الجايه يا تروح كاس عالم يا اما ما تروحش. الجزء الاخير جهاز المنتخب لو محتاج تدعيم عشان الناحيه الهجوميه في المنتخب يتم تطويرها ندعم، ما عندناش مشكله، يبقى الجهاز فيه 20 واحد بس ال 20 يكون لهم دور ومؤثرين، زي محلل الاداء لهم تاثير ودور ايجابي، لازم الجهاز اللي معاهم كمان يكون له تاثير ايجابي اكتر من كده في الفتره اللي جايه. هارد لك لمنتخبنا وكل التوفيق يا رب في المرحله القادمه. اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف ترند المنتخب، وشويه شويه كده هنتكلم ايضا كمان على مباراه بالميراس، لان عندنا تفاصيل مهمه جدا عن مباراه الاهلي وبالميراس في الدور نصف النهائي لكاس العالم للانديه. اهلا بحضراتكم من جديد وترند المنتخب. نشوف مع بعض السوشيال ميديا كتبت ايه عن المنتخب خلال الساعات الاخيره، عندنا كلام مهم جدا اتكتب عن المنتخب. نبدا مع بعض بالحساب الرسمي لسياده رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وجه كلمه للاعبي منتخب مصر. قال: اود ان اتوجه بكل التحيه والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكره القدم على ما قدموه من اداء عالي في بطوله كاس الامم الافريقيه. لقد اديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعودون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. ثقة ودعم من القيادة السياسية بالتأكيد من خلال الرئيس الجمهورية لكل أفراد الجهاز الفني ولاعبي منتخبنا الوطني، وإن شاء الله هيكون على قدر المسؤولية في مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم. نروح كمان لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم، وكلمة مهمة من السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري بيهني فيها لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني على ما قدموه في كأس أمم إفريقيا. والكل بيقف في صف المنتخب عشان المرحلة الفاصلة والكل قدم عليه في هذه البطولة. نروح بقى لتغريدة كارلوس ساكيروش على حسابه الرسمي على تويتر، قايل فيها ليديز، طبعا كلامه موجه للاعبي المنتخب: ليس لدي سوى بضع كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلتموه مع منتخب مصر. قال كمان: هنرجع خلال الفترة اللي جاية ولازم كلنا نتكاتف في المرحلة اللي جاية، انتوا تستحقوا ان تعودوا للوطن وان يتم تذكيركم كلاعبين كتبوا صفحة واداء بطولي في تاريخ كرة القدم المصرية، اراكم لاحقا دائما مع امتناني كارلوس كيروش. ده كان كلام مهم جدا من كارلوس كيروش في هذه اللحظات بعد الخروج او بعد عدم التوفيق في الفوز بكأس امم افريقيا على حساب السنغال. طيب كأس العالم الأندية والحديث عن كأس العالم الأندية، كل ده كلام مهم جدا ولكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن كأس العالم للأندية. تكلمنا عن منتخبنا وكل التفاصيل الخاصة بأخبار منتخبنا، نتكلم بقى عن كأس العالم للأندية. وبكرة عندنا حدث استثنائي
مناسبة مشاركة الأهلي في كأس العالم، مباراة الدور نصف النهائي أمام بالميراس، مواجهة متكررة للعام الثاني على التوالي، لكن هذه المرة مش في تحديد المركز الثالث، لا في مباراة السيمي فاينال. طيب النهاردة النادي الأهلي بالتأكيد من خلال أكثر من بيان رسمي صدر عن النادي، أعلنوا فيه أن اللاعبة الدولية محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم وصلوا لمطار القاهرة حوالي الساعة 4 عصرا، وفي هذه اللحظات هم على متن الطائرة المتوجهة إلى دبي، ثم بعدها مباشرة هيتوجهوا إلى أبو ظبي للدخول في معسكر النادي الأهلي والاستعداد لمباراة الغد. فكرة بقى مشاركتهم من عدم مشاركتهم، بالمناسبة طبعا الشناوي مش مقيد بسبب الإصابة، ده كان بنتكلم عن أيمن أشرف، حمدي فتحي، السولية، محمد شريف، محمد عبد المنعم. ده كان رأي وتفكير بيتسو موسيماني، لازم يكون معاه خمس لعيبة من اللعيبة الدولية معاه في المباراة الثانية، وعشان كده لما أيد القائمة يوم 3 فبراير كان تركيزه على أن في خمسة مع الـ 23 لازم يكونوا موجودين في هذه البطولة على أمل اللحاق في لقاء الدور نصف نهائي، أو حتى يا رب بإذن الله تكون المباراة النهائية، أو لا قدر الله لقاء تحديد المركز الثالث يوم السبت القادم. مين يشارك ما يشاركش ده يتوقف بقى على الحالة اللي هيشوفها الجهاز الفني الليلة أول ما يوصلوا، يعني متوقع أن هيكونوا في المعسكر النهاردة حوالي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، هيشوف بقى مدى جاهزيتهم واستعدادهم. طبعا اللعيبة لسه لعبة امبارح وفي ماتش بكرة، ممكن يدفع بمحمد شريف في الجزء الثاني أو الشوط الثاني، أيمن أشرف، ده أمر متروك بقى للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وده ارتباك المواعيد اللي اتكلمنا عليه فترة طويلة، لكن للأسف يعني النادي الأهلي الحمد لله بمن حضر، وده ظهر في مباراة مونتيري بطل الكونكاكاف. مؤتمر صحفي الموسيماني ورامي ربيعه في هذه الاثناء وانا معاكم في مؤتمر صحفي للجهاز الفني الاهلي بقياده بيتسو موسيماني، هيتكلم على استعداده لبالميراس، وايضا رامي ربيعه كابتن الفريق، والفريق هيختم تدريباته النهارده الساعه 6:30 على ملعب النهيان، وان شاء الله باذن الله يكون في استعداد لهذه المباراه. طيب فريق بالميراس ممكن الناس تقول الحمد لله كسبناه المره اللي فاتت بركلات الجزاء والاهلي ان شاء الله هيكون موفق عليه ويتاهل للمباراه النهائيه، لا بصوا يا جماعه المباراه صعبه جدا، والظروف اللي الاهلي فيها واجه فيها بالميراس السنه اللي فاتت غير الظروف السنه دي. اول حاجه فريق بالميراس السنه دي لسه بيبدا الموسم بالنسبه له، يعني مش مجهد زي مثلا ما لعبت المنتخب راجعه دلوقتي، او زي السنه اللي فاتت لما لعيبه بالميراس لعبوا حوالي اكتر من 60 مباراه السنه اللي فاتت وجم واجهوا الاهلي، فبالتالي الظروف مش متشابهه، في غيابات، في انضمام صفقات جديده، في مدير فني برتغالي بيقود الفريق. كل التفاصيل دي بقى عشان ندخل اكتر في تفاصيل بالميراس ونعرف كل التفاصيل الفنيه والاستعداد، مش هيكون معانا يعني افضل منه الكابتن احمد عبده المعلق الرياضي واحد الشخصيات الاعلاميه الجميله جدا اللي دايما مهتمه بتفاصيل الكره في امريكا الجنوبيه، بيتابع الكره في البرتغال بشكل جيد، ايضا كمان في كوبا امريكا ودراساته ومتابعته لفرق امريكا الجنوبيه. كابتن احمد اولا بشكرك على وجودك معايا، وسعيد دايما بوجودك ومتابعتك لهذه المناسبات الكبيره، لان عندك تفاصيل مهمه عن فريق بالميراس اكيد. حبيبي محمد شكرا ليك وشكرا لفريق الاعداد، وانا اللي بشكرك على الاستضافه، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكون تحضيره افضل باذن الله. طبعا السنه اللي فاتت انا توقعت في المداخله مع استاذ ابراهيم النسي والكابتن عادل القيعي السنة اللي فاتت ان الاهلي يكسب في 90 دقيقة، والاهلي كان ممكن يكسب في الوقت الاصلي للمباراة. وذكرت الاسباب الفنية ان كان الاهلي ممكن يكسب في المباراة دي في 90 دقيقة، انه بالميراس طبعا لما كسب البطولة السنة اللي فاتت كان النهائي اللي لعبه مع سانتوس يوم 30 يناير 2021. ويوم 30 يناير 2020 30 يناير 2021 عفوا، ولعب مباراة تيجرس في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدها بأسبوع، فما كانش في وقت خالص للتحضير، حتى لما كسبوا البطولة بطولة كأس الليبرتادوريس كانوا كسبوا البطولة بهدف في الدقيقة 99، يعني بهدف في الدقيقة 9 من الوقت بدل ما ضايع مع سانتوس، فكان حتى هم ما كانوش متخيلين انه ممكن يكسبوا البطولة لأنه كان سانتوس مرشح أكثر، حتى السنة دي كان فلامينجو مرشح أكثر. لكن لو هنعدد نقاط مختلفة عن السنة اللي فاتت، لا في كثير من الاختلافات، منها 60% من التشكيلة اللي لعبت قدام النادي الأهلي السنة اللي فاتت مش هتلعب السنة دي. بنسبة كام يا كابتن أحمد؟ 60% الفريق اللي لعب النادي الأهلي السنة اللي فاتت مش هيلعب. 60% يعني الحارس مستمر ويفرتون، لكن عندك الظهير الايمن جابرييل مينينو وباتريك دي باولا الاثنين موجودين في الفريق، لكن المدرب شالهم من القائمه قائمه كاس العالم
لانهم هو شاف انهم كانوا الاداء بتاعهم في مباريات الباوليستا، هم لعبوا 4 مباريات، الاداء كان غير مرضي بالنسبه للمدير الفني، فحب طبعا يفقد التزام وحب يفقد شخصيته، فشالهم من القايمه النهائيه بالفريق في المونديال، وهم معاه برضه موجودين في ابو ظبي لكن بره القايمه الرئيسيه للمونديال. جابرييل مينينو كان بيلعب ظهير ايمن، وباتريك دي باولا كان اساسي جنب فليب ميلو في نص الملعب، فدول حتى وهم موجودين شال. لكن في طبعا ناس خرجت زي ويليان، زي لويس ادريانو، في ناس يعني مشيت من الفريق زي فليب ميلو، وحتى الشكل الخططي او نظام اللعب هيتغير. يعني هو هيلعب بكره ان شاء الله ب 3-4-3، هيلعب بثلاث مدافعين، حول طبعا لخمسه لما بيفقد الكوره، واخطر ما فيهم طبعا هيكون التحولات، لان هو درس في الاهلي دراسه يعني تفصيليه، وحتى لما شفنا تصريحاته يعني اهتمامه الغير عادي في الفريق، وقال ان الفريق في مباراه مونتري عمل 7 أو 8 تحولات هجوميه، وده امر كويس. لكن في نقطه يا محمد برضو لازم ناخد بالنا فيها، المساحات اللي كانت موجوده للاعيبه النادي الاهلي في مباراه مونتري اعتقد انها صعبه انها تكون موجوده في مباراه بالميراس بوكر، صعبه، ولذلك اي فرصه تتاح للتسجيل لازم تركيز اللاعب في الانهاء يكون 150% مش 100%، يعني ما ضيعش اي فرصه، لازم من نص فرصه اقدر اسجل. ده كلام مهم، لانه قدام بالتاكيد لانه قدام فريق زي ده لعب السنه اللي فاتت ما جابش جول في البطوله، انت عارف انه ما بتخسر نص النهائي بتروح تلعب مباراه الثالث والرابع، بتكون معنوياتك يعني مش في افضل الحالات، وبالتالي البطوله مهمه جدا بالنسبه لهم، جم بدري، راحوا بدري، سافروا بدري لابو ظبي عشان يعملوا تاقلم وعشان يتغلبوا على فارق التوقيت بتاع البيولوجيه اللي هي اثرت بعض الشيء على اداء فريق مونتري بتاع البيولوجيه، لان مونتري برضو كان في تفاصيل صغيره اللي تصنع الفرق، على فكره التفاصيل دي غابت عنه. هو واضح ان بالميراس واضح ان هو شاف السلبيات اللي حصلت معاه خلال مشاركته في الدوحه، فعايز يتفاداها في مشاركته المره دي في ابو ظبي، نفس الظروف اكيد، فعايز يتغاضى كلها. وتفاداها كلها، ولذلك هو نقطه احنا طبعا على فكره كل اللي بيحصل ده يؤكد لك قيمه النادي الاهلي وقيمه لاعبين النادي الاهلي، وان المدرب ابيل فريرا بيحترمهم احترام كبير. حتى بيتسو موسيماني انت من شويه اتكلمت انه بيتسو قال انه لو كان عندي الخمس لعيبه بتوع المنتخب هيكون اضافه للفريق. بيتسو صديقه في البرازيل بيو نوجيرا، بيو نوجيرا ده مهاجم صديق بيتسو موسيماني، كان بيلعب مهاجم في اورلاندو بايرت، صرح في البرازيل انه بيتسو قال له لو انا لعيبه المنتخب الخمسه جم قبل المباراه بوقت كافي هكسب بالميراس بكل سهوله، لان انا عندي رؤيه لمباراه بالميراس وشكل بالميراس في المباراه دي. فبيتسو برضه مذاكر فريق بالميراس كويس بالظبط، بالاضافه طبعا لبعض المعلومات انا وصلتها طبعا بطريقتي للجهاز الفني عن الشكل والتشكيل اللي هيلعب. وفي نقطه مهمه برضه محمد لازم الجهاز الفني ياخد باله منها، نقطه ضربات الثابته، لان هو اكد عليها جدا ابيل فريرا، قال لك احنا ممكن نسجل من تحول، يعني ممكن نكون احنا في حاله دفاعيه ونكسب الكوره ونعمل تحول سريع ونسجل، وممكن نسجل من كره ثابته، وممكن نسجل من مهاره فرديه. فانا بحذر من خطوره دودو، دودو اللي كان في الدحيل، كان معار من بالميراس في الدحيل ولعب قدامنا السنه اللي فاتت في ربع النهائي قدام الدحيل. اكيد. وحاليا هيلعب في فريق بالميراس اساسي على فكره في مباراه بكره. اكيد. الشكل اللي هم هيبقوا عليه بكره زي ما يعني ال 99% هيلعب بويفرتون كحارس. تمام. جوستافو جوميز كابتن منتخب باراجواي والوان موريلو دول هيبقوا ثلاثه في خط الظهر. ماركوس روشا المخضرم ده هيبقى على اليمين، هيقوم بدور الجناح والمدافع الايمن. وجوستافو سكاربا هيلعب على الشمال. دانيلو ودي رافائيل هيكونوا في الدايره بمواصفات طبعا دفاعيه بمهام دفاعيه في الدايره. تمام. بعد كده هيبقى رافائيل فيجا على الناحيه الشمال ودودو على اليمين
وروني مش هيبقى راس حربه، هيبقى مهاجم وهمي. يعني هو مش هيلعب بكره براس حربه صريح، هيلعب بمهاجم. دي تقريبا يعني اهم النقاط. هو كان مبسوط جدا من الملعب ومن ارضيه الملعب، حتى بالرغم من صغر المدرجات انما كان مبسوط، على اساس انه الارضيه هتساعد المباراه هتبقى سريعه، وبالتالي بحذر جدا من التحولات. التحولات يعني ما فيش لازم التركيز، ما نفقدش الكوره بسهوله. يعني لو هنفقد الكوره نطلعها اوت، نعمل اي مشكله. تمام. يعني دي كانت بعض النقاط. على فكره عندنا حاجات كثيره ممكن نفاجئهم بيها ان شاء الله. طيب، عشان انا عندي كابتن احمد، انا بشكرك، انا بجد بشكرك جدا على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات، وكل توفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه بالميراس. لازم اطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات الترند، وعندنا كلام عن الاهلي وكواليسه في ابو ظبي. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره في برنامج الترند. وسريعا عشان وقتنا، هنروح بسرعه للمحتوى اللي موجود في السوشيال ميديا بخصوص ترند الاهلي وابرز العناوين. حساب يلا كوره على تويتر كتبوا: انتهت المهمه الوطنيه بكل قوه، ننتظر منكم تشريف مصر في كاس العالم للانديه مع الاهلي. طبعا صور لابرز اللعيبه اللي هتشارك او اللي كانوا في المنتخب ويرجعوا مع الاهلي: ايمن اشرف، عبد المنعم، حمدي فتحي، محمد شريف، وعمرو السليم. طيب نروح لحساب كوره بلاس، بيتكلموا عن ان في جلسه مرتقبه تجمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ولاعبي الفريق الدوليين عقب وصولهم مساء اليوم باذن الله. ان شاء الله يوصلوا بالسلامه ويكون في جلسه واستعداد لمباراه الغد. وفي جمله قالها كابتن احمد عبده منذ قليل معايا، قال ان كابتن بيتسو موسيماني محضر نفسه انه يكون الدوليين معاه في مباراه بكره، لانه عارف انه عايز يعتمد عليهم امام بالميراس لبعض الامور الفنيه. وده في حوار كان ما بين موسيماني مع احد النجوم الكره البرازيليه اللي بيرتبط موسيماني بصداقات قويه معاه. عشان كده بقول لكم موسيماني محضر للبطوله دي وعارف كل مباراه محتاج ايه ويعمل ايه. طبعا في بعض الظروف اللي ممكن تمنع مشاركه بعض اللعيبه، لكن نتمنى يا رب باذن الله كما هي العاده الاهلي بمن حضر في مباراه بالميراس غدا في نصف النهائي. حساب الوطن سبورت بيتكلم على ان الاهلي ينتظر وصول الدوليين وايمن وشريف الاقرب للظهور امام بالميراس. كلنا عارفين طبعا ايمن وشريف ما خدوش مساحه زمنيه وتوقيت مشاركه مع منتخب مصر، فممكن بيتسو موسيماني يدفع بيهم في الشوط الثاني. لكن انا بقول لكم موسيماني عارف عايز ايه من مباراه بالميراس، وان شاء الله يقدر يعمل نتيجه ويكتب تاريخ جديد بالتاهل للمباراه النهائيه. رياضه بوابه الاهرام، صوره لبيتسو موسيماني وموسيماني يحذر لاعبي الاهلي من صحوه بالميراس. وده اللي كان يتكلم فيه كابتن احمد عبده معايا من شويه، ان فريق بالميراس اللي هتواجهه بكره بنسبه اكتر من 60% مش نفس الفريق اللي واجهته السنه اللي فاتت في مباراه تحديد المركز الثالث في الدوحه. نروح لحساب سبورت 360 مصريه وطاقم تحكيم مباراه الاهلي وبالميراس، الحكم الفرنسي كليمان توربان، اتمنى ما يكونش توربيني بقى في الكروت، يعني يكون حكم جيد في مباراه الغد بين الاهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. دايما فيفا بتعتمد على فكره التوزيع الجغرافي في المباريات، بطل افريقيا لاعب الكونكاكاف يجيب حكم من قاره ثالثه مغايره، نفس الامر بطل افريقيا لاعب بطل كوبا ليبرتادوريس بيجي حكم من قاره اوروبا. وشفنا بالتاكيد مباراه الجزيره الاماراتي والهلال السعودي، الهلال فاز 6-1، ومباراه الجزيره في البدايه من بطل تاهيتي والجزيره تاهل، لكن طبعا دلوقتي الهلال هيستعد لمواجهه تشيلسي يوم 9. حساب المصري الرياضي بيتكلموا على اكرم توفيق، اكرم توفيق يدعم الاهلي امام بالميراس في نصف نهائي كاس العالم للانديه. اكرم اجرى اتصال بالجهاز وقال لهم ان هو عايز يحضر في ابو ظبي عشان يشارك ويكون موجود، طبعا مش يشارك في المباريات، هو مصاب بالرباط الصليبي وعمل عمليه، لكن يشارك الفريق حتى كروح معنويه ودعم ومؤازرة للفريق في مشوار هذه البطوله. هيتم انهاء اجراءات السفر، وفي الكواليس شفنا في الايام القليله الماضيه الكابتن سيد لما كان بيتحدث كونفرنس مع اكرم توفيق اتفقوا لو انت عايز تحضر هنظبط لك موضوع التاشيره وتكون موجود مع الفريق في ابو ظبي ان شاء الله، ويكون الاهلي في طريقه الى المباراه النهائيه امام تشيلسي او الهلال السعودي. حساب الوطن سبورت عروض اوروبيه وخليجيه لخطف عبد المنعم من الاهلي، بدينا الكلام بدري قوي، يعني عبد المنعم لسه قاطع الاعاره وراجع لصفوف الاهلي ولسه ما بداش مع الاهلي. هنبدا بقى نتكلم عروض اوروبيه وخليجيه، اهدوا شويه يا جماعه على لعيبه الاهلي. طيب اخر حاجه معايا، حساب يلا كوره: رسميا اقامه مباراه الهلال السوداني والاهلي يوم الجمعه 18 فبراير الساعه 6 مساء بدلا من الثالثه عصر على ملعب الجوهره الزرقاء بالعاصمه السودانيه الخرطوم، وكمان تحدد امكانيه اقامه مباراه المريخ السوداني وصن داونز هنا في القاهره، لان المريخ عايز يلعب كل مبارياته في القاهره ما عدا مباريات الاهلي، وده هيتاكد منه خلال الفتره اللي جايه. طب نروح للمشاركات،
افضل تشكيل وافضل نتيجه او توقعاتكم للنتيجه. معاذ بيقول علي لطفي، محمد هاني، معلول، ربيع ياسر، افشه، طاهر الشحات، شريف، عبد القادر، ديانج. النتيجه ان شاء الله تخلص للاهلي ركلات ترجيح. ليه ركلات ترجيح؟ عايزين نخلص. بس هو بيتوقع ان محمد شريف يبدا هذه المباراه. عز بيقول لطفي، ايمن، ربيع ياسر، معلول، السوليه، ديانج، هاني، عبد القادر، شريف، الشحات. فوز الاهلي 2-1. عايز اقول لك يا عز، انت دخلت بالتشكيله الاساسيه اللي جايه من المنتخب، ايمن والسوليه ومحمد شريف. ربنا يقدرهم ويكونوا موجودين ويعملوا نتيجه كويسه، والاهلي دايما بمنحدر، وان شاء الله بكره نفرح بانتصار وكتابه تاريخ جديد يا رب باذن الله بالتاهل الى نهائي كاس العالم للانديه رغم كل الصعوبات والمعوقات اللي بيواجهها الاهلي في الشهور الاخيره. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نتقابل هنا يوم الاربعاء ويكون عندنا كلام مهم جدا وافراح يا رب باذن الله بالتاهل الى نهائي كاس العالم للانديه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.